حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قلت هعمل جلاش بالطريقه الجميله دي، طالع مقرمش وجميل. ده جلاش بالخضار بالسبانخ والمشروم والجبنه، طالع حكايه. تعالوا نشوف المكونات اللي معانا ايه والطريقه ازاي. المكونات اللي معايا عباره عن سبانخ وفلفل الوان وجبنه ومشروم وبصل وملح وفلفل، وطبعا لفه جلاش ولبن الشوفان وزبده وفيجيتا. وتعالوا نشوف الجلاش بالخضار بيتعمل ازاي. اول حاجه هبتدي همسك البصله بالطريقه دي، هقطع البصل رفيع كده، بعد ما قطعت البصل كده هاجي احطه في الصينية. احط نقطة زيت الاول في الصينية وبعد كده احط عليها البصل. اجيب البصل اللي خرجته احطه في الصينية كده، هسيبه دلوقتي واقطع المشروم. طريقه الجلاش دي بالمشروم والسبانخ مفيده جدا وحلوه للفيجيتيريان وحلوه للصايمين، وجبه حلوه قوي. في ناس ما بتحبش لحمه كتير، فده وجبه جميله جدا، جربوها يعجبكم قوي. الجلاش اللي بالخضار هقطع المشروم بالطريقه دي كده، مش هفضل رفيع عشان يبان في الجلاش. البصل خلص كده، انا مش عايزاه يتحمر، بس ياخد بس ايه تحميره بسيطه كده. نحط بس رشه فلفل مش كتير، وبعد كده هجيب المشروم احطه عليه. اكله صحيه ومفيده جدا وتغيير عن اللحوم، والمشروم ده مفيد جدا. بعد ما خلصت البصل مع المشروم اسيبه يتحمر مع بعض شويه، ونقطع الفلفل. والزبده اللي انا بستعملها دي نباتي، نقطع الفلفل كمان نحطه رفيع كده صغير، مكعبات صغيره. وبعد ما خلصت الفلفل هحطه على المشروم دلوقتي. هحط الفلفل على المشروم مع البصل، اقلبهم مع بعض كده، ونيجي نحط السبانخ بعد كده. السبانخ بتبقى اخر حاجه، يكون بس البصله دبلت مع المشروم مع الفلفل، ونحط السبانخ. انا بجيب نوع السبانخ ده هحطه على البصله والمشروم، هحط حبه ملح صغيرين كده قبل ما احط السبانخ، واقلب تقليبه كده. خلاص المشروم مع البصل مع الفلفل تمام. السبانخ ما تاخدش وقت، بتبقى ورق صغير كده جاهزه. وفي ثواني السبانخ ما تاخدش وقت، وهنسيبهم كده يستووا مع بعض. كده حشوه الجلاش خلصت بالطريقه دي، ريحتها تحفه يا جماعه، واكله هيلثي قوي وصحيه. تعالوا نشوف هنبتدي نحضر الجلاش ازاي. اول حاجه جبت صينيه حضرتها، هدهنها بالزبده الطريقه دي. هاجي افتح الجلاش، كنت مطلعه من الفريزر بقاله ساعه، لازم يطلع قبلها بشويه عشان ممكن تعملوه بقى سهل معاكم. نوعيه الجلاش دي حلوه قوي، انا حضرت الجلاش هقسمه على نصين كده على قد الصينيه اللي عندي. هاخد ورقتين ورقتين كده، ورقتين ثلاثه، كل ورقتين جلاش هدهنهم بالزبده كده. جيب ورقتين ثلاثه تاني، هقلب
شايفه ادي المفرد بالطريقه دي لغايه ما اخلص الكميه كلها قبل ما احط الحشوه. انتوا تقدروا تقطعوا حسب الصينيه اللي عندكم، تقطعوا الجلاش بالطريقه دي طبقه طبقه، نحط فيها زبده كده. انا كده خلصت الجزء الاولاني، هحط الحشوه في النص قبل ما احط الايه الجزء الثاني. دي الحشوه اللي انا عملتها، احطها كده في النص. الريحه حكايه يا جماعه، جربوها تعجبكم قوي وصحي كده، كله سبانخ ومشروم حكايه. هسويه كده، هجيب التشيز او الجبنه دي. خلاص حشوة الجلاش ده بقى بالشكل كده. هنيجي زي ما عملنا الطبقة الأولانية، هنعمل الطبقة التانية ورقتين ورقتين كده، وندهنهم برضو بالزبدة زي ما عملنا. هاجي بقى اقطع صينية الجلاش الأول قبل ما اسقيها بالطريقة دي. طب الطول كده انا قطعتها. تعال نشوف بقى الخلطه اللي هنحطها عليها ازاي، مش هنحط لبن ولا بيض. تعال نشوف هنعمل ازاي. هاجي استعمل لبن وشوفان، عباره عن كوبايه صغيره، طعمه حلو قوي، وحبه فلفل، ورشه ملح، عباره عن معلقه صغيره فلفل، وعباره عن معلقه صغيره ملح. وهحط كمان الفيجيتا دي بتحليه قوي، حط نص معلقه صغيره، معلقه صغيره كده، واقلب الخلطه دي كلها مع بعض من غير لبن ولا بيض، بلبن الشوفان عشان تبقى هيلسي خالص. هاجي اسقي الجلاش قبل ما ادخله الفرن. طريه وتخليه حلو قوي. الصينيه خلصت بالطريقه دي، هدخلها الفرن، بياخد حوالي ربع ساعه في الفرن وهطلعه نشوفه. انا خلصت الجلاش بالطريقه دي، طالع مقرمش وجميل. وتعال نشوف هنقطعه دلوقتي مع بعض، طالع حكايه. المشروم والتشيز فيه حكايه يا جماعه، جربوه هيعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير، وبالهنا والشفا.